بنتكلم على حاجتين. الحاجه الاولانيه بطوله الدوري العام المصري هذا الموسم. السنه دي سنه ما فيش حاجه اسمها سنه استثنائيه بالنسبه للنادي الاهلي. احنا ما عندناش حاجه اسمها سنه استثنائيه، عشان اللي بيتكلموا بيقولوا سنه استثنائيه، لا هي مش سنه استثنائيه، هي ممكن تكون سنه تاريخيه. سنه تاريخيه للاهلي ملك البطولات والانجازات. السنه دي حتى الان النادي الاهلي صاحب الخماسيه. حتى الان بنتكلم على 2 سوبر مصري، 1 دوري ابطال افريقيا، كاس مصر، والدوري العام المصري. ولسه اللي هو 2022 2023 لسه البطولات والانجازات مستمره. ولكن علشان اتكلم باريحيه معانا تقرير عن ارقام الاهلي وانجازات الاهلي، ارقام الاهلي تتحدث عن نفسها بعد حسم الدرع ال 43 للدوري. توج النادي الاهلي بطلا لمسابقه الدوري المصري الممتاز للمره 43 في تاريخه، حيث استعاد اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين، وحقق سلسله من الارقام القياسيه التاريخيه تحت قياده السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق. ويتربع الاهلي على صداره جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطه، وحصد لقب البطوله المحليه رغم تبقي 5 مباريات له. والأهلي هو الفريق صاحب العدد الأكبر من الانتصارات خلال مسيرة البطولة حتى الآن برصيد 23 مباراة، ولم يخسر أي مواجهة منذ انطلاقة بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وهو ما سيعمل على تفاديه لنهاية البطولة من أجل تحقيق إنجاز جديد بالتتويج بدرع الدوري دون تلقي أي خسارة. كما أن الأهلي هو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف هذا الموسم برصيد 54 هدفاً والأقل استقبالاً للأهداف، حيث لم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف فقط، وهو ما يدل على القوة الهجومية والدفاعية التي وصل إليها الفريق تحت قيادة مدربه مارسيل كولر. كما أن الأهلي هو النادي الأكثر تحقيقاً للشباك النظيفة خلال منافسات بطولة الدوري المصري هذا الموسم، حيث خرج الفريق الأحمر ب 22 كلين شيت، وهو رقم تاريخي بالنسبة لحراس مرمى القلعة الحمراء والذين شاركوا على مدار الموسم، وأكثرهم بالطبع الحارس الأساسي محمد الشناوي وبديلا علي لطفي ومصطفى شوبير. كما جاء تتويج الأهلي باللقب 43 في تاريخه ليحصد مع مدربه مارسيل كولر اللقب 5 هذا الموسم في 10 أشهر فقط في أول موسم للمدرب السويسري. حقق النادي الأهلي رقما إيجابيا هذا الموسم أيضا بعد الفوز في 8 مباريات بثلاثية نظيفة في تكرار لموسم 2019-2020 بقيادة ريني فايلر. كما أن الأهلي لم يتلقى أي خسارة بعد 29 جولة حتى الآن، وهي من الأرقام التي تكشف قوة الفريق الأحمر. ومن بين الأرقام المميزة للاعبي الأهلي هذا الموسم وصول الدولي التونسي علي معلول لـ7 فرص صناعة لأهداف، كما وصل محمد شريف إثبات جدارته التهديفية حيث يتصدر قائمة هدافي الفريق الأحمر برصيد 9 أهداف، رغم التدوير الذي يقوم به كولر بينه وبين محمود عبد المنعم كهربا.